يلتحق بنا الآن من جنيف الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية. مساء الخير دكتور رياض. مساء الورد لك ولمشاهديك الكرام. شكرا لك. بداية دكتور رياض الصيداوي، نتحدث عن تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة. الكثير من التساؤلات تطرح عن توقيت هذا العدوان الصهيوني ضد قطاع غزة. وعودنا الكيان الصهيوني دائما أن يمارس عدوانه في فصل الصيف من جوان 1967 لجوان 1982 في بيروت وغزو جنوب لبنان. متعودين أنه يختار فصل الصيف ويشن عدوان، لكن يجب أن ننتبه إلى شيء، وهو أن معادلة تغيرت في الواقع منذ هزيمة الكيان أمام المقاومة الوطنية اللبنانية في سنة 2006، هزيمة مرة ثم هزيمته في كل جولة ضد غزة. الآن الكيان الصهيوني لا يتجرأ أن يدخل شبر واحد في جنوب اللبناني، ولا يتجرأ أن يدخل غزة لأنه يعرف أنه ثم مقاومة بطولية ستحدث. ثم سلاح جديد دخل هو سلاح الفقراء، لكن أثبت مدى نجاعته هو سلاح الصواريخ. يعني غزة تصنع صواريخها المحلية وطورتها وأصبحت تستطيع أن تضرب الكيان. سترون أن هذا الكيان لن يستمر في عدوانه أكثر من بضعة أيام، ربما أسبوع اثنين على أقصى تقدير، لأنه اقتصاده سيحدث فيه الشلل، يعني غلق مطارات الكيان، غلق، هم يخافون يعني مرعوبين كلهم في الملاجئ، فشلل اقتصادي، وهذا ما يسمح به الرأسمالية الصهيونية. إذن الآن ثم قوة الردع، ثم قوة الردع صحيح هي في نفس ليست في نفس القوة، لكن ثم شيء اسمه ردع. طبعا لا ننسى أن المطبعين والمهرولين نحو التطبيع والويل ثم الويل للمطبعين، هؤلاء يجازون الكيان الصهيوني حينما يقصف ويضرب ويدمر إخواتهم الفلسطينيين واللبنانيين، يجازونه بالتطبيع أكثر وباتفاقيات عسكرية وأمنية واستراتيجية واقتصادية وسياحية أكثر. لهذا أنا لا أندهش لما اليوم شفت ردود أفعال الدول، وجدت أمريكا متضامنة مع الكيان، بريطانيا الشجيت بمنافق وسط، يعتبر أنه طرفين يجب أن يقف القتال كأنهما يعني في نفس القوة ونفس قوة النيران، لكن هذا شيء متعارف عليه. لكن أيضا ربما دول كثيرة كانت صديقة جدا للقضية الفلسطينية وتدافع عنها، لما ترى دول عربية تهرول بالأحضان لدى هذا الكيان وتجازيه وهي دول غنية. طيب دكتور رياض الصيداوي، الكل تحدث عن هذه المعادلة الخاطئة وكثرة الحديث والتساؤلات عن صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث اليوم على قطاع غزة. فيه من فسر الأمر بغياب عوامل رادعة للكيان الصهيوني من جهة، في ظل هرولة العديد من الدول نحو التطبيع وهو الذي جعل من ميزان القوى يختلف نوعا ما، هل تباين سياسات بعض الدول العربية إزاء القضية الفلسطينية جعل العدوان الصهيوني اليوم يواصل في انتهاكاته في مبادئه لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني؟ نعم، هذه الدول المهرولة نحو التطبيع تعطي سكن على بياض الكيان الصهيوني ليشن عدوانه على الشعب الفلسطيني. بل أكثر من ذلك، كما قلت، هذه الدول المطبعة المهرولة وبعض غني وبترولي وغازي هي تعطي رسائل سلبية لأصدقاء غير عرب وغير مسلمين القضية الفلسطينية. يعني دول صديقة وكانت دائما مع القضايا الفلسطينية، القضية الفلسطينية والقضايا العربية، لما ترى دول عربية تهرول بهذا الشكل وتعطي سكن على البياض الكيان الصهيوني، ستقول وتكرر: لست يعني ملكية أكثر من ملك، لن أكون عربية ومسلمة أكثر من العرب أنفسهم. لأنه التطبيع راه رسالة خطيرة جدا، هي كما قلنا تعطي سك على بياض للكيان الصهيوني، وأيضا تضعف بشكل كبير جدا تضامن العالمي والدولي مع القضية الفلسطينية. هذه دول يعني تغذي الكيان الصهيوني بالمال وتعمل معه اتفاقيات إلى آخره، وبعض كما قلت غني، فدول العالم تقول: إذن لماذا يعني سنكون ملكين أكثر ملك؟ انظروا، هاي الدول العربية تطبع وتهرول نحو الكيان الصهيوني، إذن نحن ماذا سنربح من دفاعنا على هذه القضية؟ لكن الحمد لله الرأي العام العالمي كله مع القضية الفلسطينية،
أنا فوجئت في أوروبا بمدى التضامن الأوروبيين مع القضية الفلسطينية، لا تصدق الإعلام الغربي الفرنسي وغيره صباح المساء المتصاير، لا تصدقوا الشعوب نفسها متضامنة جدا مع القضية الفلسطينية، مرة أعتقد مع جلوب عمل سبر آراء في دول الاتحاد الأوروبي وكان السؤال من هي الجهة الدولة التي تهدد السلام في العالم؟ 65% من الأوروبيين قالوا الكيان الصهيوني هو الذي يهدد السلام في العالم، إذا الرأي العام حتى الرأي العام الأوروبي والشعوب الأوروبية والناس المواطنين الأوروبيين هم متعاطفين جدا مع القضية الفلسطينية رغم أن وسائل الإعلام إعلامهم متصهرة ومنحازة للكيان الصهيوني. نعم. طيب، أي تداعيات لتواصل هذا العدوان الصهيوني على قطاع غزة؟ ما هي السيناريوهات وتداعيات هذا القصف؟ أنا أعتقد أن الكيان الصهيوني أول شيء لن يستطيع دخول غزة، ينسب مقاومة باسلة وبطولية فلن يفكر في احتلال أو دخول غزة. اثنين، لن يستطيع كما قلت أن يبقى مدة طويلة، يعني أسابيع طويلة أو أشهر وهو يقتل، لأنه ثم رد فعل، ثم صواريخ تنطلق وهذه الصواريخ أصابت المطارات بن غوريون وغيره وأصابت منشآت حيوية إسرائيلية، فما الذي سيحدث؟ والشعب الصهيوني الآن في الملاجئ تحت الأرض، فماذا سيحدث؟ ستتعطل الماكينة الاقتصادية الصهيونية فتصبح الخسائر بمليارات الدولارات، وهذا ثوار الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية واعون جيدا لهذا التفوق لهذه الإمكانية، هم يقولون نحن لم يعد لنا شيء نخسره، لكن الكيان الصهيوني سيخسر الكثير في طول الحرب، لهذا أنا أرجح السيناريو أنه سيبحثون عن وسطاء وستكون الحرب في أقل فترة زمنية ممكن. نعم. طيب دكتور رياض السيداوي، بالعودة إلى ردود الأفعال المستنكرة لهذا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، شهدنا في مسار القضية الفلسطينية دائما ما تكتفي العديد من الدول ببيانات استنكار. هل اليوم من الواجب إظهار موقف حقيقي تجاه القضية الفلسطينية من خلال تقديم الدعم اللازم وعدم اكتفاء العديد من الهيئات والمنظمات الدولية بمجرد بيانات لاستنكار هذا العدوان وفقط؟ نعم، الفلسطينيون يحتاجون هم حتى للاستنكار، يعني كما قلت الدول العربية أصبحت لا تستنكر الآن، شوف في فضائياتها لا تتحدث حتى ما يحدث في غزة، يعني لا في أمور أخرى أو العراق أو روسيا إلى آخره، تتجاهل وسائل إعلام كبرى عربية اليوم بحثت فيها أنا عادة لا أشاهدها، لكن حتى أعرف موقفها وجدت لا تتحدث حتى عن ما يحدث في غزة، إذن الفلسطينيين محتاجين حتى للاستنكار يصبح موقف تقدمي، لكن طبعا يحتاجون إلى السلاح، ومن وفر السلاح للفصائل الفلسطينية المقاتلة هي إيران وسوريا وحزب الله، حتى نكون واضحين الصواريخ الكورنيت التي قاتلت بها حماس الكيان الصهيوني وتقاتل بها اليوم حركة الجهاد الإسلامي الكيان الصهيوني هي صواريخ من صواريخ الجيش العربي السوري، صواريخ سوريا التي تآمر عليها العالم هي صواريخ سورية وأوصلها حزب الله إلى المقاومين الفلسطينيين، هذه يعني هم في خط القتال الأول ووفروا السلاح وهذا مطلوب، لكن كما قلت دعم مالي، دعم معنوي، إعلامي، رمزي، أي شيء تدعم به الثورة الفلسطينية المسلحة هو يصب في الصالح، ثم مع دعمك يجب أن تستنكر وتفضح وتكشف الدول المهرولة نحو التطبيع والتي طعنت القضية الفلسطينية بخنجر مسموم في الظهر والتي تتآمر على القضية الفلسطينية والتي أضعفت بشكل كبير القضية الفلسطينية. طيب ابقى معنا الدكتور بشر من جنيف، مساء الخير مرة ثانية دكتور رياض. مساء الورد، مرحبا بك، مساء الورد. دكتور رياض السيداوي، كسؤال أخير، نتحدث عن ضرورة التدخل العاجل للمجتمع الدولي بعد هذا التصعيد الخطير المتواصل على قطاع غزة. هو مفهوم المجتمع الدولي مفهوم زئبقي مطاطي لا يمكن حصره، يعني المجتمع الدولي في بريطانيا وفي أمريكا، وبريطانيا وأمريكا اليوم أعلن تضامنهما مع الكيان الصهيوني، الآن المطلوب حشد وتعبئة أصدقاء القضية الفلسطينية، وهذا ما كانت تفعله
جزائر هواري بومدي رحم الله، مصر جمال عبد الناصر رحم الله، كانوا يحشدون التعبئة على القضية الفلسطينية من الدول الأفريقية، الهند، الدول الآسيوية إلى آخره، يعبئون وينشطون ويعملون صباحا مساء لتشكيل جبهة عالمية كبيرة جدا لمساندة القضية الفلسطينية. هكذا ممكن أن نعمل، لكن كما قلت المشكلة الآن قلة قليلة جدا، وعلى رأس الجزائر ما زالت صامدة في دعم الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية. يعني إذا دول تطبع وتهرول نحو التطبيع، يعني السؤال نحن لم نستطع أن كيف نستطيع أن نقنع دول كانت صديقة جدا للقضية الفلسطينية كالهند أو دول جنوب أفريقيا وغيرها، وفي نفس الوقت دول عربية تعقد اتفاقيات استراتيجية وعسكرية وأمنية واقتصادية وسياحية ومالية مع الكيان الصهيوني، هم سيقولون شوف أنتم أصلا العرب باكم تهرولون نحو في خيانة من بعض الدول العربية للقضية الفلسطينية والمتاجرة باسم القضية وفقط. نعم، هذه هي القضية الفلسطينية تلقت طعنة خنجر في الظهر من الدول المهرولة نحو التطبيع، لم تنسق حتى مع محمود عباس أبو مازن أكثر اعتدالا وفعلا مسالم، وهو نفسه دوه يشغل يا ناس على الأقل نسقوا معي، على الأقل كلموني أنا موجود. فإذا هم هرولوا وطبعوا، وذلك على حساب القضية الفلسطينية. نحن اليوم ندفع ثمن ضعف عربي وضعف إسلامي وضعف دولي في مساندة القضية الفلسطينية بسبب أحد أسبابه الأساسية هي هذه الدول المهرولة نحو التطبيع، لأنها تعطي صورة خاطئة جدا على العرب وصورة خاطئة جدا على القضية الفلسطينية في الوجدان العربي. لو الشوارع العربية تتزلزل يعني وتهدر، مظاهرات في كل مكان في الخليج، في مصر، السودان، أفريقيا، المغرب العربي إلى آخره، على الأقل نوصل صوتنا للعالم فيهابنا ويخاف منا إلى آخره. لكن لو تنزل مظاهرات نشر القضية الفلسطينية في تلك الدول المطبعة سيقمعها الأمن وستضرب، هو يقول تحيا فلسطين والرجل الشرطة يضربه بالغاز ويضربه بالعصي وما تسير. الوضع للأسف الشديد قاتم، بقيت قلة قليلة جدا صامدة كما قلت على رأس الجزائر، مما تدعم صحيح وقفة رجولة وعز ووطنية بسبب قيام نوفمبر، والجماهير العربية أيضا، وكما قلت حتى الشعوب الأوروبية في الواقع مع القضية الفلسطينية. لا يغركم ما الوسائل الإعلام هم المتصهينة، هي في جهة والرأي العام الأوروبي في جهة أخرى، وأنا أعرفه فعلا أغلبه مساند للقضية الفلسطينية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية، حدثنا على المباشر من جنيف، جزيل الشكر على هذه المداخلة.